Learning tracks. Oracle. Learning tracks. شنو قصدنا بالأوراكل Learning tracks؟ التراكس هي الطرق. إنه الأوراكل قلنا عبارة عن فد شركة ضخمة وعدها فد applications كلش هواية والتكنولوجيز كلش هواية. فالأوراكل كل تكنولوجي يسووها يسوون عليها تراك للتعلم ويسوون عليها شهادات وامتحانات الإنسان يقدر ياخذها. فاحنا من نحكي على الاوراكل بيا تراك دا نمشي، يعني شنو قصدنا بتراكات التعلم؟ اول شيء مثلا اذا رسمنا هنا فد مركز، اكو تراك اسمه يسموه الدي بي اي اللي هو الداتابيس ادمنستريتور. هذا شو وقت اني اروح لهذا التراك اتعلمه؟ اروح له من اني مثلا اشتغل في فد مكان واريد اصير ادمنستريتور على داتابيس. يعني مثلا راح اشتغل بمصرف وبالمصرف قال لي، قلت له انا اعرف اوراكل، قال لي اوكي احنا عندنا داتابيس خاصه بالمصرف اريدك تشرف عليها، تسوي لها صيانه، تراقبها، تحسن من ادائها. فلازم ادرس هذا التراك، ادرس تراك الدي بي اي لاني راح اصير دي بي اي على الداتابيس. هذا التراك طبعا بهوايه امور الشخص لازم يتعلمه، بمنهج وضمن المنهج حاطين لازم يتعلم اس كيو ال اكيد، لازم يتعلم PL SQL. اكو فد عندهم فد منهج يسموه الوركشوب 1 ووركشوب 2 اذا هذا تراك الدي بي اي، هذا خاص بالادمنستريشن. عندنا تراك ثاني يسموه الديفلوبر، تراك اسمه الديفلوبر، هذا تراك الديفلوبر المطور، يعني شخص هو مو ادمنستريتر على داتابيز وانما يسوي برامج الاوراكل، مثلا يتعامل ويا البرامج، يطور على هاي البرامج، يتعامل ويا الداتابيز. هذا تراك ثاني، هذا هم بي شنو بي اس كيو ال يتعلم لازم، ولازم يتعلم بي ال اس كيو ال، ولازم يتعلم الفورمز، ولازم يتعلم الريبورتس. هاي الامور الاربعه الاساسيه اللي يتعلمها حتى يصير ديفلوبر للاوراكل. طبعا اكو هوايه بعد شغلات، هوايه امور، مثلا ديزاينر، اكو ديزاينر هذا هم الى فد منهاج والى فد اجزاء. ديزاينر يعني يصير مصمم الداتابيز، يحلل الداتابيز، يطوف مثلا مؤسسه يقول له مثلا سوي لنا تيبلات، حلل لنا الداتابيز شلون، شنو افضل طريقه. فهذا ايضا بيفد مجال للدراسه. اكو مجال رابع يسموه مثلا الجي ديفلوبر اللي هو الجافا ديفلوبر، لان مثل ما نعرف انه اوراكل هي اشترت شركه جافا، اشترتها. هذا الديفلوبر جي دي في لوبر جافا ديفلوبر شنو بي؟ هم بي هواية شغلات، بي مثلا لازم واحد يتعلم جافا وشلون يتعامل ويا الداتابيز عن طريق لغة الجافا مثلا، بي لازم يتعلم مثلا لغة جي اس بي اللي هي لغة جافا، جافا سيرفر بيجز، يعني هاي مثل لغه الاي اس بي، مثل لغه البي اتش بي، يسوي مواقع دايناميك باستخدام الجافا مثلا. هواي شغلات لازم، مثلا اكو برنامج هم يجي ويا الاوراكل اسمه جي ديفلوبر لازم يتعلمه، جي ديفلوبر، وهواي شغلات اكو اي دي اف، جي 2، جي 2 اي اي، جافا 2 انتربرايز اديشن، هواي شغلات لازم يتعلمها الشخص. فهذه طبعا اكو بعد تراكات للاوراكل، هذه اهم اربعه واكثر اربعه مشهوره واكثر اربعه الناس تحتاجها. هسه احنا من نحكي هاي الفيديوهات بيا تراك نحكي؟ نحكي بالتراك الديفلوبر، نحكي بهذا التراك. هسه احنا راح نحكي، راح ندخل بعدين بالاس كيو ال وناخذ اهم الاعازات وشلون نتعامل ويا الداتابيز، بعدين ننتقل الى البي ال اس كيو ال اللي قلنا هي اكستنشن الى لغه الاس كيو ال،
وبها عازات إضافية راح نتعلمها. بعدين ندخل على الفورمز ونتعلم شلون نسوي واجهات للبرامج للأوراكل، واجهات أسوي للداتابيز. بعدين نتعلم الريبورتس، إنه شلون أني أسوي ريبورتس حتى تكون جاهزة للطباعة على ورق حسب الكويريز اللي الموظف أو الشخص اللي يسويها على الداتابيز. إذن التراك مالتنا راح يكون على جانب الديفلوبر بالأوراكل.